اسمحوا لنا نقول لشركائنا شكرا، والكابتن محمود الخطيب الحقيقة ممثلا لمجلس إدارة النادي الأهلي ولمنظومة النادي الأهلي بشكل عام أن يقدم دروعا يعني تعبر عن هذا التقدير لهذه الشراكة وهذا التعاون المثمر لكل شركاء النجاح. نبدأ بتكريم وتقدير الحقيقة مقدم في خصوصية للسيد المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس وشركة استثمار استادات للاستثمار الرياضي. مهندس سيف الحقيقة تربطه علاقة قديمة بالنادي الأهلي، وانضمامه للشركة المتحدة التي تعمل تحت مظلتها سبورتس، شركة سبورتس الحقيقة بريزنتيشن سبورتس وأيضا استادات، عمق هذه العلاقة وأثمر هذه الشراكة الناجحة. لا صورة كابتن واتفضل. شكرا للسيد المهندس سيف الوزيري على كل ما يقدم لمنظومة الرياضة في مصر. الشركة المتحدة للتسويق الرياضي هي أيضا واحدة من الشركات العملاقة أو التي ولدت عملاقة تحت مظلة أيضا الشركة المتحدة، وهي المسوق الحصري لحقوق رعاية النادي الأهلي، والتي أثمرت جهودها أيضا عن كل هذه الشراكات الناجحة.